ما نقدرش ننكر انه كان مجتهد لدرجة انه كان عامل سرير في ميكروباص بيلف بيه محافظات مصر كلها علشان يغني في الافراح. ورغم انه كان ترند في نجاحه الا انه بقى على طول ترند بمشاكله وازماته. المشاكل اللي عندنا كواليسها واسرارها يا ترى هيعمل ايه ضيفي مع العرافة؟ ضيفي النهاردة الفنان المشاغب سعد الصغير. اهلا وسهلا. سنة وانت كل سنة. كل سنة وانت كل طيب. كل سنة وحضرتك طيبة. ازيك يا نجم؟ ده انت اللي منورني. ربنا يخليك. اهلا بيك. اهلا بيك استكل. اتفضل. اتفضل استكل. اهلا بيك يا سعد ورمضان كريم عليك وعلى كل غالي ليك يا رب. يا رب بحاجة انا. مستعد؟ مش قوي يعني. مش قوي؟ ما انت عامل مشاكل لازم تكون مستعد كويس. طب بصي قبل ما اخش في الموضوع كده قعدت بالليل اروح ولا ما اروحش؟ بالليل بس. فعلا. ما كنتش جاي والله. ليه؟ يعني ايه اللي ليه؟ ما انت عارفه ليه طبعا. لا عايز اعرف ليه بجد. ايه اللي بيدور في خلدك؟ انت حضرتك لما حد اي حد يقع قدامك بتعمل له سحر بيقول كل حاجه ما بيعرفش يكذب. ولو كذب معاكي مستندات. طب وهي الحقيقه حاجه بتزعل حد؟ ما تزعلش بس يعني انا فكرت اعمل لك اغنيه قلت يمكن ترحميني شويه. بترشيني يعني. اسمعيها واذا كانت حلوه يعني خف شويه بس. اتفضل يا وحشه؟ اديني. انت وش الخير علي؟ ده انت كل الدنيا ليا. بس ما وش الخير علي؟ بس ما كل الدنيا ليا. والمصحف جيت لك يا بسمه. الفلوس جريت في ايديا. هات ايديك لما ابوسها. انت بيه الدنيا وكنوزها. هات ايديك لما ابوسها. انت بيه الدنيا وكنوز. انت اغلى حاجه عندي على وش الكره الارضيه. يا صباح الخير على وش الخير. يا صباح الصباح. بشوفك برتاح. ايه ما عجبكيش؟ فهمت خلاص. يلا كده انا هموت يا جماعه. ما عجبتهاش الاغنيه قولي حضرتك. اتفضلي. شكرا على الرشوه. شكرا. شكرا من غير نفسك يا محمود. نبدا يا فندم. هتقول الحقيقه؟ هقول الحقيقه والله. يلا بينا. يلا بينا. كم مرة شيطانك غلبك؟ لا كتير. ما اقدرش اعد. اعتراف. اعتراف كتير. ما حاولتش مرة انك تنتصر عليه في الكتير دول؟ ولا مرة انتصرت. هو دايما بيغلبك. على طول. انت انسان ضعيف. لما بصلي ببقى جامد. مفتاح شيطانك لما ما بتبطل صلاة. طيب خلينا نبدأ ونشوف بقى مين الأشطر فيكم ومين الأقوى. ماشي. احنا هنقرر هنشوف. ماشي. يلا. قلت على نفسك انك انت مدرسة في الغنى وعبد الباسط حمودة وشيبة بيقلدوك يا سعد. وقلت كمان انك انت كنت صاحب فضل على محمود الليثي وأمينة كمان، وان انت لو مشيت في الشارع جنب شاكوش وبيكا الناس هتعرفك ومش هتعرفه. كل ده كدب وانا اللي قايله. بس انت قايله. انا قايله كدب. انت قايله كدب. اتمنتجت حاجات. هقول لحضرتك كلام انت صراحة. بعد اذنك انا هتكلم ومفيش حاجة تتقطع. لا احنا ما بنشيلش حاجة عندنا. يعني المسيح ده كلمني اسم نزار. كلمني. لو كلمك انت حضرتك يعني ممكن تقول له خد فلوس من كلامه. سعد انا والله معيش كتر ما يعني الصعبانيات اللي هيعملها. معلش يا سعد انا معيش فلوس وعلى قدي واللي ومش عارف ايه وانت ابن مصر واسمع ان انت جدع. قلت له يا عم تعالى من غير فلوس ولا فارقه معايا. طب سعد انا ما عنديش مكان اصور. تتعا معايا الفيلا وقمت معاه بالواجب. ده ما كانش معاه مكياج. جبت له مكياج من الاجزخانه. انا لما اجي اغلط بقى مش تقول لي حاسب ولا تاخد عشان تعمل ترند. مبدئيا انا غلطت قلت سعد باسط حموده بيقلدني. ما ينفعش. انا كنت بتفرج على عبد الباسط حموده وانا صغير. الله. طب انت بتتكلم وترد على نفسك. انا مش قصدي. انا قصدي على ناس ثانيه. بقول انا مدرسه الناس قلدتني في الفرقه الاستعراضيه. فسعد باسط حموده ما معهوش فرقه استعراضيه ولا شيبه معاه فرقه استعراضيه. فكل ده اتشال. يعني هو منتج لعب في اجابتك. منتج. انت قد الكلام ده؟ انا قد الكلام ده. وبتواجهه بيه؟ ده انا اجيبه قدامي ولو جه سوري في اللفظ يعني اقول له انت مش جدع ومش كويس. عيب. انا يعني انا كرمتك وانت ما كرمتنيش. بالنسبه لعمرو كمال. أي. وشاكوش. اول واحد وقف معاهم انا
قدام النقابه الموسيقيه وقعدت اقول يا جماعه ده صوتهم حلو وانا صوتي وحش وقفت. وعمري كمان يا سعد كلامك عليهم طول الوقت سلبي. لا لا عملت فعلت بقى حضرتك. عمرو كمال كان عنده ايام الحظر هو وشحته كاريكا كان عندهم مشكله كبيره فيها نيابه. الوحيد اللي وقف معاهم سعد. وانا اللي وعلى فكره ده انا اللي اتصلت بيهم قلت لهم تعالى انا هخلص. وانت بتعمل الخير وبعدين ترش عليه تراب. وقعت هو وقعني. عارفه الاستفزاز كده؟ انت مالكش لازمه، انت ما بتعرفش تغني انت، فاستفزني. سخنك. انا ايوه سخني. فغرورك طلع. فغلطت بزمايلي. وانا مش ده طبعي خالص. يعني انت ندمان على طبعاً. انت طبعا اللي عملته وندمان على خطيئه الغرور. بعتذر قدام حضرتك لشاكوش وحمو بيكا واستاذ شيبا وصاحب باص. صاحب باص وشيبا دول ما معهمش فرقه استعراضيه. وعمرو كمال ده بيعمل لي لحن لغايه دلوقتي. عمرو يعني عمرو كمال من قبل البرنامج ده بشهر وجي انا اسف كنت عازمه على العشاء عندي هو صاحب المزيكا. طيب مين موهوب اكتر يا سعد فيهم؟ الليسي، شاكوش، حمو بيكا، سعد الصغير، عمرو كمال؟ اديني واحد اكتر واحد موهوب في دول. هنتكلم عن النجوميه ولا موهوب؟ الموهوب الموهبه محمود الليسي. ده اعتراف منك. ده اعتراف مني. نجم. نجم اكتر منك؟ اكتر مني. ده صوته ب 12 زي ب 120 زي سعد الصغير. يعني جيب 120 صوت كده زي سعد الصغير الليسي اجمد منهم. طب مين موهوب اكتر، الليسي ولا عبد الباسط حموده؟ لا عبد الباسط على صوت. بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش لما زعلوا منك حاولت انك توصل لهم الاعتذار ده ولا انت اول انا مرة؟ اول ما كلمته رحت مكلم اول واحد كلمته عمر كمال قلت له انت عارفني انا على نياتي والراجل وقعني. انت ندمان على خطيئه طبعًا. الغرور. نشوف الخطيئه اللي بعدها. ميستر كول يلا. اللي يتجوز على مراته من وراها تبقى خيانة ولا حرية شخصية؟ حرية شخصية. يعني قولي حرية شخصية. أكد. ما أنا الحرية شخصية إن أنا أعمل حاجة وما أقولش، بس أصول أعمل اللي أنا عايزه. حرية شخصية عندي بس أقول لها. وهي تستاهل منك ده؟ ما تستاهلش طبعا. أول حاجة أنا بقول لها أنت جبل. ليه استحملتي ده جبل؟ طبعا. لما تشوفني وأنا ببوس رجل حد واحدة ولادي كبارهم يشوفوني بعمل كده كسره في البيت، الناس تفكر انا بضحك وبتاع، فبقول لها انت جبل. مراتي دي يا جماعه كان نسيبي ما كانش عايزني، او ما انا صح مش انا المناسب لبنته. فعلى طول ما بيننا نقاش على طول كده، فكان يجي عندنا البيت عايز يعرف بنته بتاكل، طبعا انا فقير. فكان يفتح الثلاجه عشان يشوف الثلاجه فيها لحمه لا ولا لا، لو كده بنته مستوره. يجي يجري على الثلاجه تروح مراتي واقفه له، عايز ايه؟ يقول لها تقول له عايز اشرب، لا تقول له اقعد انا اجيب لك تشرب. بقول لك ايه سعد جاب لك هدوم العيد؟ بتستر عليك يعني. لا دي مش بتستر دي. لا سطر كده. في العيد جوزك جاب لك لبس، ده جاب لي بنطلون كذا وانا اصلا ما اديتهاش 2 جنيه. والخير ده رديته بايه؟ ما رديته ما رديتش بحاجه، ما انا بعترف قدامها دلوقتي ست جبل. لما تفتح تليفوني وتلاقي واحده بتقول لي وتسكت. تقعد أنا مش عايز تفاصيل يا سعد. ماشي قصدي أنا أنا بقول لها قدام حضرتك يعني في إنسانة مجروحة دلوقتي وإنسانة مجروحة أكتر من مرة بدل مرة، وأنا ست زيها، وأنا النهاردة كنت ناوية إن أنا بصراحة بس لولا دموعك دي شفعت لك عندي، بس أنا كنت ناوية بصراحة آخد لها حقها منك النهاردة. هي مش محتاجة تاخد حقها، ربنا بياخد حقها. لأن ربنا بياخد حقها. طبعًا. أنا بيحصل لي مواقف كده كتير، يعني أنا قبل ما أجي لحضرتك مراتي فيها ميزه والله العظيم مش بشكر فيها. لما بتغضب عليا بيحصل لي حاجات بلاوي. الدنيا كلها بتقفل في وشك. انا لسه جاي لحضرتك. كل الرجاله. لا. اي راجل في الدنيا بيزعل مراته الدنيا بتقفل في وشه، وادي واحد اهو بيعترف وبيقول. لا انا لسه جاي لك حالا دلوقتي العربيه مخبوطه. قبل دي. ابسط حاجه على فكره يا جماعه محدش يزعل. طب خدي دي بقى حضرتك بقى، انا اصلا مكسور. والست دي بقى استحملت حاجات وانا اقول ايه؟ طب معلش يا سعد يعني انت ابنك الكبير اكيد كان ليه رد فعل، كان رد فعله ايه؟ لا انا عندي ولادي مؤدبين ما بيكلموش. هو كلهم بيتصل بيا ما بتصلش. عايز مثلا مصروفه ما ياخدوش. ولا عايز منك حاجه. الاسره الرائعه دي انت لازم تعتذر لهم دلوقتي يا سعد عن اللي انت عملته وعن انا بعتذر لهم طبعا. ما ينفعش محمود يشوفني. مش عايزين غلط تاني. انا بقول لك يا محمود ويا توتي ولادي ومنا الحنينه بتاعت البيت ومودي انا بتاسف لكم. انا اصلا مكسور من ساعه موضوع ان شفتوني انا ببص رجلي وبتاع، وربنا يعلم انتوا عارفين انا ما بشربش.
واللي يكون مش في وعيه ممكن يعمل اي حاجه. هنتغير يا سعد؟ مش هنعمل كده تاني؟ ده لازم. مش هجيبك السنه الجايه؟ لا 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 متشابه. انا زهقت لك. عارفه لست كل خلاص، انا كبرت، انا قاعد قدامك كده، انا سن كبير. اتمنى ان شاء الله. نروح للخطيئه اللي بعدها. اللي بعده الكذب عند سعد الصغير من الخطايا ولا بيعتبره مخرج لازماته؟ لا، لا مخرج لازماتي. بس بتعترف؟ اه بكذب، بس ما بكذبش على الناس والله. ما انت بتكذب على مين؟ مراتي بس الوحيده اللي بكذب عليها. ايه اللي انت بتقوله ده يا سعد؟ اه والله، يعني مثلا لو انا حسبت لك انا كذبت على مراتي قد ايه مثلا، اول ما بقيت في الفن كذاب. انت فين؟ انا في الشغل، وممكن اكون في الشغل حاجات كده يعني. فبقول بصراحه انا يعني انا بشوف انه اللي بيكذب على شخص بيكذب على كل الناس. ما انا هكذب ليه؟ لان بره ما فيش حاجه، حضرتك بتقول على برنامج حد بيقول فيها. انت بتزعل لما حد بيكذب عليك؟ لا ما بتزعلش. عشان انا كذاب زيه. عشان انت بتكذب على كل الناس وبتعترف بده. اه كذاب زيه. ايه سعد؟ لا انا مش مبسوطه انك انت قاعد قدامي على الكرسي وفيك الصفات دي، احنا عايزين نصلحها. ما في شهر رمضان مش هكذب عليها عشان ابقى قاعد معاها في البيت. يعني هتمسك نفسك بس في شهر رمضان وتكذب بقيه السنه؟ انا بصارحك بس، انا خلاص بجد يعني. يمكن الناس هتقول لك بعد كده سعد ايه ده، سعد غير، سعد ما بقاش يسيب. وده وعد مني والله، يعني انا ما ببطل الصلاه بعمل حاجات غريبه جدا. سعد الصغير ندمان على خطيئه الكذب ولا مش ندمان؟ ندمان طبعا. ندمان؟ ندمان. وصلنا لفقرة حق الرد. جاهز؟ جاهز. بص يا سعد، قبل ما نشوف، انت من حقك ترد، حق الرد مكفول. لا هرد، لو حاجة غلط هرد طبعا. يلا بينا. هتعمل صلح مع سعد الصغير امتى؟ انا رديت عليه بادب، قلت له لا احنا ما نمناش بعد بنت الجيران، احنا عملنا بنت الجيران 600 مليون وعود البطل 450 مليون وشمس المجره 120 مليون. ارصت له كل بعض النجاحات اللي عندنا اللي جايبه ارقام كبيره واحنا شغالين وموجودين، وزي ما قلت لك اخر نجاح كان من شهرين حتى كان جايب 40 مليون. سعد مش نايمين. وعيب اقول يعني، انت قلت اغنيه بنت الجيران جايه ب 2 جنيه، قلت عيب اقول تاريخك كله ما يجيش قد عود البطل. ومع ان انك انت برضه في بدايتك كان في سوشيال ميديا وكان في افلام كمان. هو انا بصراحه برضه زعلت يعني. هقول لك حاجه على الامر ده. اه. يكفي، انت جيت لي شبرا. عمر. انت جيت لي شبرا وقلت لي الحقني. كل المطورين ما وقفوش معاك، انا اللي وقفت معاك، وانا اللي كلمت فلان الفلاني عشان خلصتك القضيه انت وحشعتك اريكه. ايه اللي بتقوله ده؟ تاريخه كله بيقول مش هو اصلا ما فيش حاجه اسمها تاريخ. ولا انت بتعمل تاريخ ولا انا بعمل تاريخ، ومفيش حد يقول تاريخ. يا سعد هتطلع التاريخ تقول لي عود البطل، ايه يا عم ده اللي بتبقى 2 جنيه؟ وانا ما قلتش ان انت عملت 2 جنيه، ومحدش يقف مع عمرو كمال ده اللي انا، خلي بال حضرتك. طب اقول لك حاجه، ده قبل البرنامج ده محدش بيجي، يعني انا مش بعاير ولا حاجه. ايه ده؟ الله الله. لا لا اولا اسمه عمر كمال ده نجم. عمر انا قلت له، انا قلت له هو عارف ده انا اخويا. قعدت تقول لي بتقول ايه؟ فعيب يقول الكلام دوت. انت مش لسه معتذر له من شويه؟ اوام قلبت عليه مش وقلت له حقك عليا. انا قلبت عشان انا غلط، بس الكلام اللي هو بيقوله ده بيقول لي لما يقول لك تاريخي كله، تاريخ مين؟ ولا انت ليك تاريخ ولا اي مطرب ليه تاريخ. ايه تاريخ دوت؟ مش اليوتيوب ده عمل له تاريخ؟ مشاهداتهم عملت تاريخ. كان وانت ايرادك في السينما كان التاريخ. كان على ايامينا، على ايامينا لا في ايوه مفيش تاريخ. يعني التاريخ هيذكر ان سعد الصغير كان صاحب اعلى ايرادات بعد اذن بعد اذن عليك. مفيش حاجه اسمها تاريخ. احنا بنرقص وبنغني مع يعني رقصات. إيه؟ مفيش حاجه يعني اسمها تاريخ. ايه تاريخ ديت؟ هو انت بتحتقر مهنتك؟ لا مش مهنتك. أصل التاريخ ده حضرتك مع الناس العلماء. قول يا عم عمر انا عملت كذا وعملت كذا، ويقول مثلا انا في مكتبتي عملت كذا وكذا يا عم سعد، لكن ما فيش حاجه اسمها تاريخ. مالك اتوترت كده ليه؟ اصل عايز ارد. اصل انا من دمي ما بعرفش اسكت. وايه دمك حامي يعني؟ فبعد عايز ارد. لا ما تسكتش. الفقره على فكره اسمها حق الرد. رد اتفضل. طبعا مثلا يا عم عمرو كمال هقول لك كلمه بس. اول حاجه ما فيش تاريخ، ويكفي ان انت كنت بتيجي تتفرج عليا بس، كنت بسلم عليك. ولما بتبقى في دبي ومحدش كان عارفه خالص كنت انا اللي بجيبك كده واقول لهم فلان الفلان صوته احسن مني، فانت تيجي تتكلم الكلام دوت. خطيئه الغرور رجعت لك تاني. لا انا مش على فكره، مش عارفه، لو مغرور كان زماني بقيت في حته تانيه. كان زماني بقيت حته تانيه. في حته تانيه؟ لا 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 انت في حته تانيه. لا 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 كنت طلعت بقى وكذبت. انت عارفه انا
عمرو دياب كنا مع بعض امبارح وعارفه جاي لي كام سيناريو ما رضيتش اعمله. انا طبيعي. انت حاطط رجل على رجل كده ليه؟ انا اسف يا فندم. نزل رجلك. كنت بمثل يا فندم، انا اسف. هتتغير عليا؟ ما اقدرش يا فندم اتغير ولا على اي حد في الدنيا اقدر اتغير. على فكره المغرور بيقع، وفي كذا فنان عارفهم انا وقعوا. الراجل قال ايه؟ على فكره انا قال انا تاريخ، هو شايف نفسه كده خلاص. اللي انت شايفه حضرتك، انت احكمي انت الصح، انا كنت بقول ايه وحصل لي ايه بس. طب ما تتوترش. ولا متوتر ولا حاجه، انا بسال بس من صحابي. اشرب اليانسون. ماشي حسيتكم. نروح للفيديو اللي بعده. اللي بعده. انا مستغرب بس ان بجد مش عايز اتكلم، بس واحد انا بتزعل. انت مش عارف ان الفنانين بجد عم حسن ده اطيب حد عشان خاطر الاجراءات الاحترازيه والكورونا موت واحترازيه هتقعد في البيت يعني عشان مش عايز تيجي انت تاخد ثواب. وانت لو نيتك سليمه ونازل وبتعمل لله فانت نازل تاخد ثواب، فهم ربنا ما يضرك ابدا. بس مش لاقي لك مخرج، افتكر لك ايه يا بصله كل قطمه بدمعه. راح تعزي في الفنان الكبير الله يرحمه حسن حسني. مالك انت ومال الزملاء في الوسط الفني جم ولا ما جوش؟ ما تخليك في حالك يا ما انا قلت لك انا دم محامي. وبعدين اشمعنى انا ما رحتش لاستاذ حسن حسني؟ اشمعنى؟ ما في 50 واحد انا ما رحتلوش. كورونا يا اخي. لو عم حسن حسني ده ابنه فنان كانوا راحوا له. بس او ابنه مخرج هيروحوا له، في باقيه يعني في باقيه، لكن هو ما عندوش. حضرتك انت بتتهم الوسط الفني كله بالنداله. انا مالي ومال يا فندم؟ انا بقول لك راي يا فندم. ما ده ترجمه كلام. انا ماليش دعوه، انا واحد على نياتي بقول لك. ايوه انت عايز ايه؟ انت مالك انا ماليش دعوه بالفن. انت بتساليني بقول لحضرتك الناس ما جاتش لا استاذ اشرف عباقي واستاذ ثلاثه كانوا جايين في الطريق وما لحقوش الجنازه، استاذ اشرف عباقي ومعلش استاذ ابراهيم فؤاد كانوا جايين انا بقى انا 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 على فكره انا مش من ضمن الفنانين، انا مش ممثلين، انا ماليش دعوه بيهم لان انا ابسط من ان انا حد فيهم بنيم. انا بتكلم اللي في قلبي. ايوه بقول لعم حسن حسني ده ابنه مخرج كان هيروحوا له، بس ماليش دعوه بالاسامي. يعني انت عايز ايه؟ عايز كانت الناس كلها تنزل وقت الكورونا وانه يبقى فيه بقى اصابات والدنيا تتزرع. اصابات ايه يا فندم؟ اصابات يا فندم؟ مستر اشرف زكي بيروح 50,000 كورونا بس الوقت ده كان في لا استاذ اشرف زكي كان في على فكره اشرف زكي ما جاش هنا ليه؟ اشرف زكي كان في اسكندريه كانوا في حاجه تبع الرئيس وكان هنا على فكره. لان طيب اكيد ده حصل فجاه وهو كان هناك. ايوه اشرف زكي ليه هيأجلوا الدفن لحد ما اشرف زكي. انا قصدي بتكلم اشرف زكي. اشرف زكي ده حشني من الموت، كنت هموت لولا اشرف زكي. اشرف زكي ما فيش حد زيه في العالم طبعا، ما بيختلفش عليه. لا 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 طبعا. بس انا بقول لان المناديب الناس بتوع النقابه بس برضه ده ايه علاقته يا سعد؟ ده العزل الوحيد اللي مش اشرف زكي بقى بيروح للكومبارس بيروح لحد ما يعرفوش. انتوا بقى فنانين انا مش عايز اتكلم. ايه يا عم رامز يا جلال؟ انت كنت بتروح تبوس ايديه عشان يعمل معاك الافلام وانا اقول لك مش فاضي. معلش يا بابا مش انا اللي اعرف الكلام ده، ده اللي الكلام دوت اللي بيقولوا مدير اعماله. ما رحتلوش ليه؟ مش واحد بس. انه رامز جلال كان في مصر وقتها. كان في امريكا؟ ممكن. ما ينزل يا ستي لو بتتكلمي على ما تفتحينيش والنبي، الكورونا دي عند الناس بس اللي هم بيحافظوا على، لكن احنا فنانين حضرتك بنقضيها، حضرتك الكافيهات الساعه 12، اقول لك حاجه اقسم بالله الفنانين بتروح البنزين اون ذا رن لما كان في لغايه الساعه 12 كانوا ياخدوا قهوه وبتاع وعادي قاعدين بيقعدوا ساعتين ثلاثه. يعملوا ايه يعني؟ بيشربوا بنزين. هتكون مش قاعدين بيقول لك لا نطلع ونقعد. بقول لك است الكل اللي عايز انت اللي شارب بنزين اللي دلوقتي. عايز يروح حاجه بيروحها. طب بتخرج نار من بقك. طب بقول لك ايه هو عصام حسن وانا لما وانا طب انا ما جاليش كورونا ليه؟ انا ليه رحت عم حسن؟ تلاقيها جات لك 300 مره وانت مش حاسس. يا ست عملنا 50 ما فيش اي حاجه. اقول لك حاجه خافت منك ده انت هيتخاف منك يا طب اقول لك حاجه لحسن انت هجيبها. طب اقول لك حاجه انا ام شيكو المطرب اقسم بالله في الشارع قاعده وما حد راضي يشيلها عشان عندها كورونا. ما حصلش على يدي وكنت بطلع وعامله برنامج وحلقه وبالذات مكتب وزيره الصحه تشكري وقتها وراحوا خدوها وبالعربيه واتنقلت وراحت مستشفى. مين انا اسفه جدا انت صح انت ايوه عملت كده ما حدش راضي يشيلها انا شلتها وحضرتك منين يا سعد؟ في الشارع ما انت حضرتك بعد ما اتكلمت حضرتك هو احنا لازم نلاقي غلطه للناس؟ هو انا اذا ما لقيتش حاجه لازم اطلع حاجه؟ ما انا كنت مع يا فندم انا كنت مع شيك وانت بتكلمي وكلمت مكتب الوزير انا بكلمك بس الناس انا عملت دوري كاعلاميه وكمذيع وكنت واقف جنب حضرتك وفعلا بسبب حضرتك خدناها ودخلناها المستشفى والناس بصي المفاجاه والناس مش راضيه تشيلها. تخيلي بعد ما دخلناها المستشفى الست ما كانش عندها كورونا عشان انا ربنا كرمني قلت يعني كورونا كورونا زي امي هي امي. يلا يا سعد يلا يا فندم ما تفتحينيش والنبي مش هعرف اعمله. اتفضل يا فندم قول جمله لزمايلك اللي غلطت فيهم. يلا غلطت في مين؟ يلا هم او اقول بس ما تشيلهاش. انتوا حاسبوا نفسكم ليه ما جيتوش لعم حسن حسني؟ بس اللي بعده
مستعد؟ مستعد. اللي فات بقى ده انساه، واللي جاي بقى ده ركز فيه كويس جدا. من لا ترحم. مين ديت؟ يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. ازيك يا سعد بيه؟ ازاي حضرتك؟ منور. ازيك يا عرافة؟ ازيك يا دكتور؟ وحشتينا. وانتي وحشتيني موت. اسمها عرافة؟ العرافة. اغني لها اغنية كده. غني غني. يلا. يلا. عرافة يا عسل، لا لا ابو دم عسل. عرافة يا عسل، ابو دم عسل. كل من شاف جمالك يضرب بك المثل. يا عسل. بقول لك ايه يا سعد يا سوسي؟ سوسي اتفضل. لعيب محترف ومكهرب الدنيا. اديله. وبيجي يسهر عندك كل يوم، وانت بتداري عليه عشان صاحبه. لا بعد اذنك. لا لا لا، انت كده مش بتقولي خلاص، انت كده بتاذي. ليه؟ وبيجي يعمل ايه عندك؟ ايه ليه عندي؟ ايه صاحبي واخويا، وعلى فكره ده اصحابي الاهلي والزمالك كتير جدا. انت بتعمل كده فعلا؟ اه. هو لعيب كبير؟ بتبقى حفله مثلا، حفله ما فيهاش لا شرب ولا حاجه. يا سعد اللعيبه ما ينفعش يحضروا حفلات. لا يحضروا، بس حفلات ما تكونش فيها رقصات وما تكونش فيها شرب، ما تكونش فيها حاجات. مش في حفلات. اسمه ايه؟ لا 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 يا لا. لو انا عارف وانا عارف. اقعد يا بابا، انا اللي بقول لك. اسكت. اقعد يا عم تلاقيه كده وانت قد الانبوبه. اسكت. احنا مش قلنا لك تسكت خالص، مش عايزينك اصلا. اعترف يا سعد. مين هو؟ لا لا لا. طب اقول لك حاجه، ده انا لو قالوا لي موت عيل من عيالك مش هتكلم. طب بقول لك بس، عشان انت عارف انا ما ساعات ما بقدرش. يا رب. بس سؤال واحد. طب هو اهلي ولا زمالك؟ الاثنين. خلاص عرفها. خلاص خلاص ماشي. طب انت رحت مسرح من المسارح المهمه عشان تشتغل؟ نيموك في اوضه الاكسسوار، هو انت فازع ولا ايه؟ رحت مسرح مصر. البروفه النهارده، عملت عرض تاني يوم. رحت مع مين في مسرح؟ استاذ اشرف عبد الباقي واخواتي كلهم مسرح مصر. تمام. النجوم كلهم كده. فرحت. رحت الساعه 4 العرض الساعه 8. فانا دخلت طبعا، كل ما انت عارف حاجه ما تروحي بتلاقي اسم اسم الممثل على غرفه تروح داخل. اسم البطل. الابطال. ادور على ربيع مش عارف مين وكلهم، اللهم صل على النبي، وانا ماليش اوضه. فانا هقف لو انت كان دورك ايه يعني؟ كبير يعني؟ ما انا هقول لحضرتك بقى، ما انا كبير والله معاك. بجد؟ والله. ما لقيتش لنفسك مكان؟ فاعمل ايه بقى؟ ازعق وايه؟ فين اوضتي واعمل فيها نجم؟ قعدت ادور على الاوضه فاضيه، لقيت انا الاوضه اللي فيها الفازات والاكسسوار بتاع المسرح. ورحت فرشت الجرد بتاع زي كده ونايم. مين عرف؟ استاذ اشرف عباي. راح والله العظيم ثلاثه قال ايه ده؟ قلت له صراحه ما لقيتش في اوضه وما رضيتش. قال لي لا 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 تعالى. راح خدني الاوضه بتاعته. طب والله محترم وانسان. والله العظيم محترم، مش فاصه زي ما بيقولوا. بجد يشكر الاستاذ اشرف عبد الباقي. وعملوا معايا تحيه. انا بحترم الفنان بصراحه. الانسان يعني ده انسان، انسان الانسان. محترم. ما عندكيش حاجه تاني؟ لا انا عندي كتير، بس لو انت سامحتين قومه. لا 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 تقلع، ربنا يا رب يخليك. لا خلاص يا عرافة. يلا قولي ماشي. وبعدين حرام بقى اللي جنبك ده ما تخلوش يجي معاكي تاني. المره الجايه هخليه يشتغل في الجنينه. اقول لك حاجه، اديله ربع جنيه اجر عجله. اجري. اديله ربع جنيه اجر عجله. مفيش يا اخويا ولا عجله مقضياه، هجيب له تروسيكل. خلاص. او توك توك. لا التوك توك برضه ما يخشش فيه. بس خلاص كفايه. سعد الصغير عنده كام وش؟ وش واحد. مع مراتي عشان بصرح معاك وشين. طيب انا هعرض لك صوره يا سعد، وقدامك وشوش، اختار له الوش اللي انت عايزه للصوره اللي هنزلها لك. انا فرحان بس عشان قاعد قدام الجهاز دوت، اول مره اقعد عليه في حياتي. ليه؟ حياتي ما عادش على اللابتوب. بجد؟ والله. انا عايزه اشوف بقى في الفقره دي وشك التاني يا سعد. جاهز؟ جاهز. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. زوجتك، حبيبتك، وام اولادك، قدامك ثلاث وشوش. ممكن تقولي الوشوش ايه بقى؟ قولي لي بس. هما حزن، حب، غضب. كان في واحده رابعه يا ريت تبقى لمراتي، الجبل. الست اللي استحملت سعد صغير يعني تعمل لها كده في دراع بيبقى موجود، القوه دي مع القلب. لو اختي، لو اختي اللي اتعمل فيها، اللي اتعمل في الست دي، لازم انا اطلقها. والحمد لله في برنامج هنا عشان اقول لها انت جبل، والدكتوره لو انا عملت حاجه زعلتك تاني يا ريت تكلمي الدكتوره عشان تطلع تقول للناس ان انا انسان قذر.
السنة الجاية تيجي معايا وتطلع تعتذر لها عن الغلطة اللي أنا جاية. مش هشوفك تاني. طيب مش هشوفك تاني. مش هتجيلي تاني يا سعد؟ هتجيلي، ما أنا مش هعمل مشاكل تاني خلاص. طب طيب. وندمت. بقول لك إيه؟ دوس علشان خاطر أنت، أنت مش صباعك مش عايز يجي على أهو يا قلب، أهو حبيب قلبي أهو روحي. أنا دوست اللي بعده. أنا دوست قلب. أستاذ العظيم هاني شيك. أنا عايز مش محتاج تفكير. قولي من تاني، قولي من تاني. طب بس الأستاذ العظيم هاني شيك. لا لا شيكر. أنا بقول على الحاجات دي. آخر واحد إيه؟ القلب. الأول واحد بحبه؟ بحبه. والحزن والغضب. أول واحدة ست الكل، أيوة هي ديت. طيب الحب. حب بحبه كفنان كإنسان و أنت معاك كارنيه نقابة؟ أنا عايد وعامل. كمان. ومعتمد إذاعة وتلفزيون. طيب. وحلمي بكر اللي معتمدني إذاعة وتلفزيون. مش اي حد. عمر بطيشه. قلبك مرتاح. لا لا بدوا الولدين ما بعرفش اغني. ده انا ما بعرفش اغني. سبتهم جوزني بنتك يا معلم انا بحب بنت. قال لي خد ياه. ايه اللي بتعمله ده؟ ايش عارف ايه؟ يلا خد الكارنيه. صنفوني ان انا مونولوجيست. طب بقول لك يا سعد. اتفضل. لو معاك كارت واحد المفروض تديه من النقابه لواحد من الثلاثه دول، تديه لمين؟ حمو بيكا؟ شاكوش؟ عمر كمال؟ تدي لمين في التلاتة؟ ما ينفعش كارتين؟ لا، واحد بس. عمر كمال. اشمعنى؟ ملحن ومطرب وأداؤه وصوته دافي. أنت نسيت اللي أنت كنت قاعد تقوله عليه من الأول. الصراحة بقى أنا ممكن أديله بالبنية، بس لما تيجي تقولي لي إيه؟ أقول لك صراحته. على فكرة أنا بتحلى عليه بيعمل لي لحن. تمام، اعتراف. اعتراف. اللي بعده؟ اللي بعده. اللي بعده. كابتن رمضان صبحي. مين؟ ده انا عارف بقى، شوف اول مره اعرف ادوس على طول. نجم بيراميدز والاهلي السابق. غضب؟ غضب. ليه؟ لا لا لا. ده انا قلت هتحط لاف. لا لا، كنت زمان ما كان في الاله احط له لاف. بعنا. بس احنا في عصر الاحتراف، انت بتتكلم في ايه؟ واحد بيقول لك ما احترفش؟ تعالى معايا صريح. تعالى معايا صريح، انا عايز امشي. متعصب. ايه؟ انت متعصب؟ لا 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 لا. اهلاوي؟ لا متعصب. لا لا مش متعصب. انا اهلاويه بس مش متعصبه زيك. انت انا اشجع اللعبه الحلوه وحقانيه. طيب مين تاني راح بيراميدز؟ غيره؟ عبد الله السعيد. ومين تاني؟ شريف اكرامي. لا لا الرابع؟ احمد فتحي. برافو عليكي. احمد فتحي دلوقتي لو شفته حبيب قلبي، واقف اتصور معاه وابوسه. اشمعنى؟ مشي بادب. يا جماعه انا اخر السنه همشي. عايزين يا عم ده بيأمن مستقبله، وده عايز يأمن مستقبله. مستقبل ايه اللي مستقبل؟ ما دام أمن مستقبل. انت لو جالك 100 مليون هتقول لا يا سعد؟ انا ابيع عيل من عيالي وما اروحش اي نادي للاهلي. مش مصدقاني. لا صدقيني. لا. طب خدي ديت. أقول انا مش الموضوع اللي قالوا لك ده في دقيقه واحده، والله العظيم ثلاث احسن جمهور الزمالك، وانا على فكره الوحيد اللي بيعمل افراح الزمالك انا، حازم امام وكل اللعيبه انا اللي عامل في افراحهم. وبحبوش كبالة حبيبي. لو قابلته في الشارع لو قابلت رمضان صبحي في الشارع هتعمل ايه؟ ما سلمش عليه بس مش هكلمه. في ناس بتكلمه بتقعد تقول له يا مادي يا بتاع المصالح، لكن انا لا انا محترم مش هسلم عليه وامشي. كنت الاول بشوف ابوسه. اللي بعده؟ اللي بعده. الفنانه الراحله الله يرحمها الفنانه رجاء الجداوي. ده دي عايزه تحط لها ايه؟ ده انا احط لها، عايز احط لها عمري. ايه ده الست دي يا جماعه رحمه الله عليها. ما تعرفنيش ولا مثلت معاها ولا هادي بقى الانسانه اللي تحبيها بجد. قعدت اربع ايام امي ماتت مش عارفه تجيبني. ما علاقتك ايه بيها؟ ولا اعرفها ولا تعرفني. والله قعدت اربع ايام كل واحد بيقول لي استاذ بدور عليك. اقول له ما كلمتنيش. كنت بقول له بدور عليك. وراحت مكلماني بقى. دي اللي خلتني اعيط بجد. قلت انا سعد بقى لي اربع ايام عايز اقول لك بقى في حياتها. رحت جنازتها؟ عايز اقول لك حاجه، أنا من النوع اللي حاجة واحدة بس، يعني أنا رحت للأستاذ محمود عبد العزيز. ليه؟ عشان كريم معايا، ما يقولكش سعد الصغير رايح يتمنظر. الست دي فلو أنا رحت، أنت تعرفها منين؟ أنت تعرفها منين؟ أنت جاي عشان تسيطر. سعد أنت في جنازة والدتك، مين من الفنانين جالك؟ لا ما حدش جالي. ما حدش جالك. بس كنت ممكن أعمله في دار مناسبات كانوا هيجوا. مال انت عملت سيت ستار؟ عملته في شبرا. عايزنا نيجي؟ يعني سوان في الشارع. اجدع ناس واجدع شوارع واجدع حته. لا ما ينفعش والله يتخطفوا. اللي جالي الليسي. معقول يا سعد؟ يمكن الليسي وعم احمد السبكي
وايه معتزقينه وقول حاضري. عشان انا كلمتك يا سعد ساعتها وكنت مسافره. ايوه طبعا فاكر. طبعا انا فاكر. بص كل الخير بيتشال. انت عارفه امك ميته وتجي لك تليفون يقول لك اعمل العزاء في الحته الفلانيه عشان فلان وفلان عايزين يجوا لك. قلت له ملعون. يا ساتر. اه ملعون ابو اعمله ده منطقتي. انا لا بس الناس مش كده يا سعد. انا اظن انه مش ده السبب. طب ايه السبب؟ الناس ما بتنقيش المكان اللي تروح تعزي فيه. طب ايه ما جوش ليه طيب؟ وانا بقول لك ايه؟ هعتبر الناس يعني اقعد زي الاستاذ عادل الاستاذ عادل امام ده راجل انا اعاتب عليه ليه ان هو يجي؟ هو يعرفني ده راجل قدوه. لكن انا بقى رحت الناس وعملت افراح لناس وما خدتش فلوس. طب خدي ديت. استاذ غاده عبد الرازق. انا عامل لها الفرح انا ما خدتش جنيه. وما قالتليش بقى في حياتك. بفرقتي وغنيت ساعتين. ها؟ طول. يعني انت كنت متوقع بس حتى مكالمه تليفون. انا مش عايز حد الفنانين يجي خالص. ولا فرق. بس في ناس بقى لا ده انت ده واجب لازم تقوله. يا استاذه غاده انا ما عملتش حاجه وبعدين انت نزلتي اديتيني ظرف فلوس في الريسبشن. قلت لك ايه ده ينفع؟ الواجب بقى تليفون صغير. طيب عمرك لعبت لعبه عروستي قبل كده يا سعد؟ خالص. ما لعبتهاش عمرك؟ خالص ما لعبتهاش. طب انت هتلعبها معايا النهارده. طيب ايوه كده بقى. ايوه بقى. صحصحينا بقى سيبك من الحاجات دي بقى. ايه القمر ده؟ حبيب قلبي. شفت بقى واجيب لك حاجات حلوه ازاي؟ يلا يا باشا. ده انت هتنبسط فيها قوي. حبيب قلبي. طيب يلا بينا. جاهز؟ جاهز يا باشا. انا هقول لك صفات تعرف منها مين الشخصيه اللي انا منزلاها. ماشي. خلاص؟ كل ما تعرفش قول لي عروستي. ازيدك ايه صفه ثانيه. ماشي. ازيدك معلومه ثانيه. حلو كمان. شفت ده. بقى انت ايه عسل يلا ده بقى. اظهر على حياتك بقى. يلا ايه الحلاوه دي. يلا يلا يا باشا. كان ولي نعمتك وسبته عشان في حد تاني هيديك اكتر. عروستي. لما رجعت له تاني قرر انه يدفنك. عروستي. شغلك ببلاش كتير ووافقت طمع في الشهره يا سعد. طب اخر مره عروستي. طلع فوقك مطرب اخر. انت اللي كنت جايب المطرب ده. مين بقى؟ وضحت اهي. وضحت. اه وضحت. اقول اسمه زي ما الراجل ده. لا انت عرفت هو مين. طيب انا عرفت خلاص كده. يمكن انت مثلا لا 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 غلط. لا, لا, لا انا عارف. محدش هيسمعك غير انا والساده المشاهدين. لا يا نهار ازرق. ما هي انا قلت ايه. لا شكرا. لا بعت لك الصوره عندك. لا 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 اعرضها. لا 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 عشان خاطري. لا طيب هنتفق اتفاق. اه خلاص. آه. ومش هقول مين. آه. بس هتروح بقى بدل كده لفقره بعدها اصعب فقره عندنا القضيه. ممكن نروح للقضيه. بص في جهازك كويس يا سعد. هبعت لك فيديو دلوقتي عندك. اه وما قدامكش غير قرار واحد انك توافق على عرضه أو توافق على عرضه. خلاص؟ فيديو إيه ده؟ هتشوف هيجي لك دلوقتي. هنروح للقاضية ممكن. قاضية ممكن. قفش. ماشي. وصلك. افتح بقى. لا 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 عشان خط ده فيها خراب. لا لا يعني كله كوم وده كوم. الفيديو ده يا وين المستقبل. وانا استاذ انا مش بعلم من. لا 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 اهدى بس. اهدى. لا لا والله العظيم اهدى. اقعد. لا والله اهدى. لا, لا مش بالعافيه اقعد. لا لا حرام عليك. مش عافيه. انا عندي عيال. لا 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 انا مش هنزل لا حاجه. لا لا, لا 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 انا عارف حضرتك. لا اقعد. لا يا استاذ مش كل. والله ما هعرض. والله لا ما انت هتعملي ايه طيب. مش هعرض بس. لا لا. اقعد. لا لا والله مش هكمل حد. انا مش عايز اقول لحضرتكم معايا الدرجه. انا مش عايز حاجه. لا والله العظيم معايا. لا لا ايه ده خراب بيوت. شكرا يا سعد. مشاهدينا تصبحوا على خير ونلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. عمرو مصطفى شايف مين الملحن الأكثر موهبة في جيله؟ أنا قدمت حسن الشافعي كموزع أول مرة كان يوزع الأغنية لعمرو دياب. أنت قدمت حسن طبعًا الشافعي؟ طبعًا. بس أنت قلت إنه اللي بيحاول يهدك بترد علي؟ مين اللي وانت بتغني ومنزله البومك تنزل بوسترات في كل حته في الدنيا عشان انت ما تغنيش؟ ما بيهدوا الفنانين ازاي؟ يقول لك راحت عليك مثلا. لا انا اللي قلت لا.
انا قلت مش هشتغل، انا قلت هاخد اجازه سنه. ناس بتقول انه خناقات وخلافات عمرو مصطفى مع النجوم الكبار كلها بسبب ان هو عايز يبقى زيهم نجم. انا عملت 2000 اغنيه ناجحه. انت لو ماشي مع عمرو دياب او شيرين عبد الوهاب الناس هتصور مع مين فيكم؟ بتصوروا معايا ساعات وما تصوروش معايا كمان. بص بقى الافيه بقى، عمرو مصطفى مغرور؟ انا اكتر واحد بعرف اظهر كويس، اما بحب اظهر. بقول انساه ولا بنسى ولا قادر على النسيان. خلاص المزيكا راحت في حته تانيه.